think it will not happen just because we are giving him the songs. Let's see. Okay, let's go. मेरे पीछे सारे लड़के करे track down. गाना बजे मेरा in your hometown. Add और playlist में मेरे track now. तो कर थोड़ा chill, just calm down. Oh yeah, calm होता मेरा level up. Brown boy beat, let's go jump up. जितना craze मेरा बढ़ता है, तू उतना सड़ता है. तेरी गलती है कि तू भूतों से लड़ता है. That's right, sir, सीख मेरा काम. मुश्किल है बड़ा लाना. A few moments later. السلام عليكم كيدايروا خصي خواتي كيدايروا انتم اللي غادي عليكم تحيه الناس المغاربه تدخلوا وطن خارج وطن اللي مازال كيطلع الطريف جيت لواحد البلاصه هنا في العيون تعرفتوا على ديك المسبح البلدي اللي كان عندنا في العيون جاي هنا الدنيا تبارك الله من العيون في السخونه جيت نجي ندير قلت نشارك معكم واحد الفيديو خفيف ظريف على خاطركم الصافي وصحتكم بعد عيدكم ان شاء الله تعاودوا ان شاء الله تكونوا في حياتكم والله العظيم في مدينه العيون كان الجو البارح كان زوين المهم كنت كنكون بحال بصراحه جينا بغينا نصور معكم هذا الفلوق هذا كان زوين 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 عاونونا بلي لايك لي لايك الخوت وبقاو معايا ان شاء الله نفرجكم ان شاء الله كيدير الاجواء هنا في لابيسين في مسبح البلدي وتحية ليكم بزاف الله يطول في عمركم ديديكاس ليكم بزاف 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 كنبغيكم بقاو معايا ان شاء الله باش منفوتش عليكم بيس عليكم الخوت عاونونا بلي لايك لي لايك لي لايك لي لايك الخوت وتحية ليكم وتحية ليكم بزاف 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 وصراحة بقاو معايا ان شاء الله فهاد مؤخرا ان شاء الله فهاد الايامات هادو غندير معكم شي حاجه زوينه الطب وغالي يا رب بقوا معايا فرجه ممتعه يا رب بيس والباحة ما بغيتش نصور لكم فيديو تقريبا كنت الباحة كنت مبرزت في واحد التمارة نتوما عارفين اللي كيكون لنا كيمشي الباحة وهذا فلقا جيت هنا تلاقيت مع واحد الانسان ناس كنعرفهم هنا والحمد لله تبارك لنا العواشر وصراحة في العيون اللي كيسول على العيون كيقول لك الناس سخونة العيون صراحة الشمس ديالها حارة والاجواء ديالها في شكل وصراحة نتوما عارفين مدينة العيون كي دايرة الناس اللي كيجيو من داخل الوطن خارج الوطن اللي كيسولوا على العيون ها العيون كي دايرة المسبح هذا فايت مصورو شحال هادي وصراحة جيت اليوم بغيت نصور ثاني صراحة شحال هادي ما جيت انا هنا كنت ما عارف انا خوت كيكون في الازمة كل واحد وعقليتو كي داير فهمتو ان شاء الله تعيدوا تعاودوا ان شاء الله اللي تمنيتو في حياتكم ان شاء الله صافي ان شاء الله الله يطول لي معكم ديديكاس لكم بزاف 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 الناس اللي كيسولوا فوق رضوان بلوغ انا بخير الله يخليك وتحية لكم بزاف اللي كيت كلمة زوينة في الكومنتيرات ديالكم صراحة غالي 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 وتحية لكم بزاف الله يطول في عمركم انتم عندنا عزاز وغالي الناس من الجزائر داخل الوطن خارج الوطن تحية لكم بزاف وصراحة كنفرح عليكم وفرجة ممتعة واللي تمنى شي حاجة في قلبي ان شاء الله يلقاها له سيدي ربي كنا عارف كنحط اي حاجه كنشاركها وصراحه الباحه والله العظيم كنت باغي نصور معكم فيديوهات ديال الخدمه
وصراحه ما الدري اللي كان معايا البارح ما بديتش نصوروا كنا مرزقين، كنت بغيت نشارك معكم اي حاجه كندير والبارح ما كانش الاستطاعه ديالي، جماعة اللي كنت في التمارا ما تقدرش تصور ولا هذا، ما ديت معايا لا سيكوره ديالي باش نحط التليفون، كاين ناس اللي كندخل عندهم خوت لي نكملوا الهضره ان شاء الله، وانتم عارفين اللي كاين وعواشكم مبروكه وتعيدوا تعاودوا عاونونا مليله كليله كليله، وكثرونا في الكومنتات وبارطاجيو، اللي ما دارناش ابوني فعل معنا الفعل الجرس الله يجازيكم بخير باش نوصلوا لقناه طنجه ورضوان فلوغ، وان شاء الله نشارك معكم شحال من حاجه جديده ان شاء الله. وصراحه اجواء في مدينه العيون زوينه صراحه، الجو ما بقاش كما كان، هذيك السخونيه هي سخونيه ماشي بحال هذيك بحال هذيك ثلاث ايام اللي داز، والله يرحم امه محمد رسول الله، ويلا بيس عليكم.